السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن الزبادي واللبن إذا تركته فترة طويلة وتحمض وصار متخمر ومتحمض سيكون أفضل وأصح، لأنه ستزيد فيه البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة كلما تحمض وزادت حموضته، حتى لو تأخر شوي يعني أسبوعين 3 أسابيع ما في مشكلة. وكذلك تزيد الفيتامينات الباء، فيتامينات باء، مجموعة فيتامينات باء الهاضمة، وكذلك يسمى بيكوزايم، وكذلك تتكسر السكريات اللاكتوز ويصبح لاكتيك أسيد، يعني ممتاز جدا للحمية، لا يعطي سمنة، يقل فيه الدهنيات وتقل فيه السكريات وتزيد فيه البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة، وتزيد فيه الانزيمات الهضم باء ومجموعة باء، وكذلك يتحول اللاكتيك أسيد اللاكتوز اللي سكر اللاكتوز إلى لاكتيك أسيد. فلا تقلق إذا الصلاحية يعني تهدت شوية وتأخر أو أنه لم يكن طازج، بالعكس سيكون أفضل وأصح، وهذا مجرب يسمى اللي هو سور ملك أحيانا في بعض الدول يسمى باتر ميلك، سور باتر ميلك، وكذا له عدة أسماء، لكنه ممتاز للهضم، للحمية، لتكسير الدهون، وزيادة البيكوزايم اللي هي انزيمات الهضم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.